سارة سعد وفاطمة عبد الرحمن خريجتان من الجامعة الأمريكية في الإمارات، أخذتا على عاتقهما خدمة بلدهما وطرح المبادرات المختلفة والعمل عليها للمساهمة في الارتقاء بالمجتمع. سارة وفاطمة تعملان حاليا على حملة توعية عن التبرع بالأعضاء عنوانها في عطائكم حياة. هنا في الإمارات يعد التبرع بالأعضاء عملا إنسانيا نبيلا يجسد أسمى معاني العطاء ويمنح الآخرين أملا جديدا في الحياة ويعزز جودتها في صورة مضيئة للتكاتف المجتمعي، حيث يقوم الفرد من خلاله بهبة أعضائه لإنقاذ حياة شخص آخر بحاجة إليها، ما في ذلك من مرضى السرطان والفشل الكلوي والمصابين بأمراض القلب والفشل الرئوي والتليف الكبدي وغير ذلك. عجبتني في عطائكم حياة. نرحب بسارة سعد وفاطمة عبد الرحمن. صباح الخير، نرحب فيكم. صباح النور. يا مرحبا، نورت الاستوديو. خليني أبدأ معك سارة بالبداية، يعني حاب أعرف هاي الحملة في عطائكم حياة، الاسم جميل، الهدف منه ومن وين جتكم الفكرة؟ في عطائكم حياة احنا اخترنا وشي برنامج حياة وهو برنامج وطني للتبرع بالأعضاء، فاحنا اخترنا اسم الحملة في عطائكم حياة تماشيا يعني مع برنامج حياة الوطني للتبرع بالأعضاء. تهدف الحملة إلى توعية المجتمع ونشر يعني تشجيع المجتمع على التبرع بالأعضاء. نحاول من خلال يعني كوننا جزء من هذا المجتمع أن نقدم توعية للمجتمع، ونحن في كطلاب العلاقات العامة دائما نسوي حملات توعوية، واخترنا هذا الموضوع يعتبر جديد شوي علينا يعني كطلاب. في بداية الموضوع ما كان عندنا هذيك المعلومات الكثيرة عن التبرع بالأعضاء. بدينا الحملة والحمد لله يعني حققنا يعني نجاح كبير من خلال يعني من بداية سبتمبر بدينا الحملة. عدد المشاركين يمكن من جهتنا حاليا ما شاء الله حققنا يعني رقم، من يعني سعينا أن نوضح لهم أهمية التبرع بالأعضاء ووعيناهم من هذا الموضوع. من وين جتنا الفكرة؟ طبعا احنا يعني بناء على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه، في مقولة يعني هي يمكن الأساس لنا، أن مقولة الشيخ زايد الله يرحمه، المحتاج لابد أن ننجده ما نتركه. المحتاج ممكن تكون أنت، ممكن يكون حد من أهلك، ممكن يكون حد من عائلتك. فهالشيء يعني فعلا يعني نحن لازم نساهم وندعم المجتمع، لازم نوعي المجتمع حول هذا الموضوع النبيل والعطاء يعني الكبير. جميل جدا. طب فاطمة، أكيد في تحديات، يعني خاصة أنه أنتوا خريجات من الجامعة الأمريكية والموضوع ما نسهل بصراحة، حط أن إقناع الجمهور بالتبرع بأعضائه، شو هي التحديات اللي واجهتكم؟ التحديات اللي واجهناها هي ضيق الوقت. الوقت كان وايد قصير أولا بالنسبة لتنفيذ الفعالية، لأن ما كانت عندنا معلومات عن التبرع بالأعضاء، ما عندنا أي خلفية عن الموضوع، لكن الحمد لله سعينا وتواصلنا مع الأشخاص المعنيين في برنامج حياة وتعاونوا ويانا جدا، ما قصروا أبدا، عطونا كل المعلومات الكافية عن البرنامج، وبالأخص الأخت عائشة الفلاحي ما قصرت، أشكرها شكر جزيل وتدعمنا لين اليوم والحمد لله. بس هالشيء الوحيد اللي واجهناه كان صعب، والحمد لله كل الأمور الثانية سهالات. فاطمة، شو اللي تطمحون أنكم توصلوا له من خلال هذه الحملة؟ أطمح أني أوصل فكرة التبرع بالأعضاء لأكبر عدد ممكن من الجمهور. الحمد لله قدرت أوصل الفكرة هاي لأهلي، وقدرت أوصلها لزملائي وزميلاتي في الجامعة وأيضا زملائي في العمل. وإن شاء الله تاريخ 27 من الشهر بتكون عندنا حملة توعوية اسمها في عطائكم حياة، بيقدمها الدكتور علي العبيدلي، هو رئيس اللجنة الوطنية لزراعة وتبرع الأعضاء في دولة الإمارات. وأنا واحدة من الناس اللي سجلت في البرنامج، وإن شاء الله الكل يتشجع ويسجل في البرنامج. في بداية المبادرة كيف حسيتوا وردت فعل أهاليكم لما عرفوا أن المبادرة هاي عن التبرع بالأعضاء؟ كيف حسيتوا وردت فعل المجتمع، خاصة أنه موضوع غريب وجديد يعني؟ بالضبط، نحن نفسنا قبل يعني أول ما طرحت الفكرة شوي ترددنا، لأن الموضوع جديد وتبرع بالأعضاء يمكن تبرع بالدم يعني كان سهل إن كل حد متقبل الفكرة، بس فكرة التبرع بالأعضاء حتى الدكتور نفسه يوم أول ما طرحنا الموضوع، وطبعا دكتورة سامية كانت سامية هاشم دكتورتنا، كانت يعني هي عطتنا يعني أول ما طرحنا الفكرة شجعتنا وقالت بالعكس هذه فكرة جديدة
والمجتمع ما عنده الوعي الكافي، يعني خصوصا طلاب الجامعة الأفضل أنكم أنتوا تختاروا موضوع جديد، كنا نسوي حملات توعوية للمجتمع. فبالعكس يعني الكل في البداية كان مستغرب الموضوع، بس وايد وايد يعني تأثرنا بقصص النجاح اللي سمعناها واللي شفناها. كان في أم اسمها نتالي، يعني عندها ولد بعمر 18 توفى يعني دماغيا فجأة، هو كان يلعب وطاح. فالأم تبرعت لخمس، يعني أنقذت خمس حيوات، يعني خمس أشخاص تبرعت لهم. وإيه يعني يوم شفتها كانت تقول أنا ما أنقذت بس خمس مرضى، أنا أنقذت خمس عوائل، خمس مجتمعات، وكانت طبعا من أكثر من جنسية اللي أنقذتهم، وتقول أنا أنقذت أكثر من خمس عوائل. ففعلا يعني هي ملهمة كانت، وكانت من الأشخاص اللي ألهمتنا أن إحنا نتشجع ونسجل في البرنامج، وأن ندعم وأن يعني نأثر على المحيطين اللي فينا. يعني لما كنا نتكلم في البداية أو لو بدأنا نبحث عن الموضوع شوي كان يعني المعلومات قليلة عندنا، وما كنا نعرف أصلا أن في ما شاء الله السبع مراكز للتبرع بالأعضاء في الإمارات، في الإمارات منها خمسة في إمارة دبي وفي كليفلاند وفي في المستشفى الأمريكي، مستشفى دبي، وفي أكثر من مركز للتبرع بالأعضاء في دولة الإمارات. يعني كنا نجهل هذه المعلومة صراحة. جميل. سارة، هذا مش بس عطاء، هذه قمة في العطاء، قمة في الإنسانية، خاصة القصة اللي ذكرتيها للأم التي تبرعت بأعضاء ابنها. في شروط معينة لقبول ما في شروط، ممكن أي شخص مقيم داخل دولة الإمارات، يعني سواء كان مواطن أو مقيم، يسجل عن طريق الهوية على منصة حياة، يسجل في البرنامج. وبالعكس احنا نتمنى ان نأثر وان الاشخاص يعني يسجلون اكثر، لان هذا الشيء يعني يساعد على يعني انك تعطي تأثير ايجابي للمجتمع، انك تدعم المجتمع وتنمي المجتمع. يعني المجتمع راح يكون مستدام ان شاء الله باذن الله، وانك تنقذ شخص مريض يعاني، يعني هذا الشيء مرة قمة النبل. يعني في ملاحظة بعد قلتيها تحت الهواء، أن إذا في حد قدم أردي على التبرع وبعدها لا سمح الله حب أنه غير راية أو صار له ظرف معين، يعني مثلا إذا تردد غير راية، طبعا البرنامج ما يجبره، يقدر يسحب تسجيل. وبعد يعني الوفاة طبعا لو كان هو متبرع مقتنع تماما، وبعد الوفاة لازم يأخذوا موافقة الأهل سواء كانوا داخل دولة الإمارات أو إذا كان مقيم خارج دولة الإمارات، لازم يوصلون إلى الموافقة. في نصيحة حابين تقدموها لمن لديه شغف بالتبرع؟ بالضبط، يعني أتمنى أن الكل يساهم، ويعني هذا عطاء نبيل الكل، ممكن نحن نكون محتاجين في يوم من الأيام. واخترنا أن يعني أن في عطائكم حياة، ومن أحياها في آية في القرآن، ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. فيعني أتمنى من الكل أن يساهم، وإن شاء الله يعني يكون هذه الحملة تأثير على المجتمع، حتى لو أنك نطرح الفكرة ويسمعونها لأول مرة. هذا بالنسبة لنا حدث تأثير، أن الشخص ممكن من أول مرة ما يسجل، بس إنه الفكرة تنوجد في باله، يفكر في الموضوع، ممكن بعد سنة يسجل، ممكن بعد سنتين، فهذا يعتبر نجاح للحملة. فاطمة، خبريني عن المبادرات الثانية اللي شاركتوا فيها قبل. في مبادرة شاركنا فيها تبرع بالدم في الجامعة، وهي المبادرة أصلاً شجعتنا أن نحن نشارك مبادرة ثانية تكون مبادرة يعني توعي الجمهور. والمبادرة اللي كانت تبرع بالدم كان مطلوب منا ننجز عدد معين في 6 ساعات، والحمد لله كان في إقبال كبير، في ساعتين خلصنا، وكان في إقبال وايد كبير من الطلبة. وإن شاء الله تاريخ 27 الكل يكون متواجد ويانا، ويكون في أكبر عدد من الجمهور. فاطمة، أنت من المشاركين في عطائكم حياة، صحيح؟ أبغى أعرف كيف ردت فعل الأهل والأصدقاء والأحباب. وأنا عن نفسي، أنا أول ما قالت لي زميلتي سارة نطرح نتكلم عن التبرع بالأعضاء، أنا أولا رفضت، حسيت قلت لا ما بيكون في إقبال، وما كنت أعرف. بس وايد تشجعت يوم شفت قصص النجاح، وكيف إنه يعني الأهالي تبرعوا، نفس ما قالت زميلتي سارة إنه نعطي حياة لأشخاص آخرين. ويعني قلت حسيت نفسك فخورة ومبسوطة وايد، الحمد لله. سارة، نفس السؤال. طبعا انا يوم في البدايه لما سجلت، قبل لا اسجل كنت مستبعده، يعني اقول اوكي انا بسوي الحمله بس ما راح اسجل، لاني يعني ليش السبب في اللي خلقت في البدايه صراحه كنت يعني
ما أعرف، يمكن كنت عندي جهل في المعلومات طبعا، ما كان عندي هذاك العلم الكافي عن الموضوع. بس بعد ما يعني بدينا الحملة من سبتمبر وشفت كمية المعلومات وشفت أنه حتى يعني كرأي الدين، أنا ما كنت أعرف رأي الدين في هالموضوع، وشفت أن الموضوع بالعكس يعني ملهم وقاعد يعني حياة مستدامة، وممكن أنا أو أحد من أهلي نحتاج، فليش أنا ما أبادر وأكون مساهمة في هذا العطاء النبيل. ونحن في الإمارات يعني تعودنا على العطاء، فالشعب الإماراتي يعني سكان الإمارات بشكل عام يعني دائما من يكون في مبادرات يبادرون ويساهمون. يعني نفس ما قالت أختي فاطمة في حملة التبرع بالدم، حققنا نجاح كبير خلال ساعتين، الباصات حركت رغم أننا إحنا كان متوقع 6 ساعات. فالناس يحبون يبادرون، يحبون يعطون، لأن الدولة عطتنا الكثير، ويعني الإمارات دائما تعطي، ولازم نحن نرد ولو بشيء بسيط يعني، يعني نعطي الحياة لأشخاص فعلا محتاجين. ممكن نسعد بصرف النظر عن أي شيء ثاني، أن نسعد عائلة هذه سعادة. صح. نمنح سعادة العائلة كاملة، مو شخص واحد مريض. هذه أسمى درجات الإنسانية، أن تعطي الحياة. صح. لمن يستحق الحياة. حاب أشكرك كل الشكر فاطمة عبد الرحمن وسارة سعيد، شكرا جزيلا. شكرا لوجودكم معنا، وإن شاء الله نتمنى لكم المزيد من التوفيق. شكرا كثير. شكرا، يعطيكم العافية.